الله محمد السيد نبغى حدون يعارك بالغمارة. انتظر بعلمك جديدة نبي علشانك عندك محمد السيد احرموني جديدة جه علشانك لا حقت علشانك حدون يعارك بالغمارة. طيب يقول حدوني على ركب الغمارة وانا ابغي ابي مقدم الصندوق ولا على السلة. تعرفون سالفتها؟ ايه وش هي؟ عرفناها قلتها لهم اوليهم هم نايمين. لا يا حبيبي خل علم الناس. يلا علم. هذا يا طول العمر واحد راح يخطب. هو من جدانك ولا؟ الله الله ايش اسمه؟ مجدل بن ربيع. مجدل ونعم الله يحفظكم جميع. مجدل هذا شاعر راح يخطب. راح يخطب من ناس عندهم ثلاث بنات. ايه كبيرة وصغيرة ووسطية. ووسطية. وهو يبي الصغيرة. كبيرة وصغيرة. يوم جاء الشايب يخطب قال ما فيه الا فلانة. سلوم البدو قبل ايه ما تزوج. وهذا خطأ بعض. وهذا خطأ ترى. ابى شو نتكلم على السلم. فقالوا ما فيه الا فلانة. هو ما يبيها ما هو نعيبين فيها لكن تبدو ايه. وشفه يبغى الصغيرة. فعاد انا مشت محمد اليوم توقعت انه يعرس. بس انه ذيبان. لا صمر راح. ايه اشهد لا تاخذ شيء لك هوا فيه. الوكاد يا طول العمر راح وهو رايح قصد القصيده هذه يقول حدوني على ركب الغماره وانا ابغي بدايته يقول انا في العشي دبيت في علي الصاعوق تخالف هواجيسي صدري على مله. الله اكبر اسلم. عاد هم الشاهد بيتين هو الشاهد شاهد بيتين الاول يقول حدوني على ركب الغماره وانا ابغي فوق ابي مقدم الصندوق ولا على السله. الغماره وش الكبيره ومقدم الصندوق والسله الوسطيه. الى صبوا الفنجان الاول ولا له ذوق. اي صبوا الفنجان الاول ولا له ذوق اللي هي الكبيره. الفنجان الاول ابي ثالث الفنجال. ابي ثالث الفنجال من صافي الدله وسمعنا معك شيء وروح معك شيء يقول اقلط على الضيفه انا ابغي مع المفهوك ابي قسمي اللي راعي البيت يفطل. بتشغل لك كان هذا هو الشيء. انت على السله ادخل داخل مترجل مترجل والله عود بالله قناص قنيس. اسمع قناص قنيس عطري صوت